اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكلة رقم الهاتف على تطبيقكم سياج. قم بضغط هنا على ضبط الإعدادات، بعد سوف نضغط على تطبيقات، ثم سوف نقوم بنزول الأسفل والضغط على سياج خاص بكم، بعد سوف نضغط على الإيقاف الإجباري، ثم سوف نضغط على الموافقة، بعد سوف نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين، بعد سوف نضغط على مسح التخزين المؤقت، ثم سوف نقوم بإيقاف إعادة تشغيل الواي فاي خاص بكم. ثم سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل، وهنا سوف نقوم بالبحث عن سياج خاص بكم. سوف يظهرنا على هذا الشكل، وعندما تجدون هنا التحديث قم بالضغط عليه وسيتم تحديث تطبيقكم سياج. وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونكون في الفيديو القادم إن شاء الله.